صباح الخير تاني او مساء الخير. دي المحاضرة الرابعة بتاعتنا، هنتكلم عن الفصل الرابع اللي بيتكلم عن الدراسة الفنية للمشروع. لو حضرتك تفتكر احنا اتكلمنا على الدراسة التسويقية اللي هي الخطوة الرابعة في مرحلة دراسة الجدوى او اعداد دراسة الجدوى، وهندخل في المرحلة الفنية اللي المفروض نقدر فيها التكاليف الاستثمارية والتكاليف التشغيلية للمشروع، وهناخد فيها مجموعة من القرارات العملية. هنرجع بقى نفكنا من الكلام النظري الكتير اللي احنا قلناه بقى، ونبتدي نشتغل ارقام شوية. الدراسة الفنية للمشروع، المحاضرة الرابعة. الدراسة الفنية بتعتمد عليها جميع الدراسات المالية، يبقى مبدئيا دي إعداد البيانات اللي هحطها بعد كده في جداول التحليل المالي اللي حضرتك عملتها مع دكتورة غادة. بل لا يمكن إجراء تلك الدراسات أصلا اللي هي الدراسات المالية دون وجود دراسة فنية تقرر صلاحية إقامة المشروع من الناحية الفنية. وتعتمد الدراسة الفنية إلى حد كبير على البيانات والمعلومات اللي تم الحصول عليها من الدراسة التسويقية، يعني كان لازم تعمل تحليل سوات عشان الحاجات اللي أنت هتجيبها من سوات ومن تحليل السوق ومن تحليل الطلب والعرض هتبتدي تستخدمها عشان تعمل بيها الدراسة الفنية. الدراسة دي بتشمل أول حاجة تحديد حجم المشروع، يعني حجم الطاقة الإنتاجية القصوى للمشروع، وده بيبقى من دراسة الطلب والعرض بتاع المشروع. وحجم الطاقة الاستيعابية والتوسعات المتوقع المشروع يقوم بيها في ظل المنافسة، والمنتجات الرئيسية اللي بيقدمها والمنتجات السنوية اللي هيقدمها المشروع والتكنولوجيا اللي هيستخدمها وهكذا. تاني حاجة هنتكلم على طريقة الإنتاج والوسائل التكنولوجية المستخدمة، يبقى مش بس أنا هنتج قد إيه وإمكانية التوسع قدام قد إيه، لا ده أنا كمان لما أجي أنتج هستخدم تكنولوجيا شكلها إيه، يبقى بيتكلم عن نوعية الآلات اللي أنا هستخدمها ومستوى التكنولوجيا اللي أنا هستخدمها، الأساليب الصالحة من وجهة النظر الفنية، مدى ملائمة الأساليب دي للبيئة المحيطة وللتلوث والصيانة بتاع الآلات والمعدات اللي أنا هجيبها، كل ده في النقطة التانية بتاعة طريقة الإنتاج. كمان أبتدي أختار الآلات والمعدات، الآلات والمعدات اللي هتناسب الحتة الأولانية اللي هي مستوى التكنولوجي اللي أنا عايزة أستخدمه. تختلف الآلات والمعدات الفنية تبعا لطريقة الإنتاج والطاقة الإنتاجية والدقة المطلوبة في المنتجات، ويختلف شكل وحجم الآلات تمام والمعدات من مشروع لآخر. وعلى الدراسة الفنية تحديد أنسب الآلات والمعدات للمشروع من حيث قائمة من بين قائمة المعدات والآلات التي تستخدم في مثل هذا النوع من المشاريع. التخطيط الداخلي بقى اللي هو التقسيم الإداري، العنابر بتاعة الإنتاج هتتم إزاي، هو تحديد الأقسام المختلفة للمشروع ومواقع المباني والإنشاءات الخاصة بكل قسم في ضوء المساحة المتاحة للمشروع. وبصفة عامة يكون الاعتبار الأساسي في تخطيط مباني وإنشاءات الإدارات والأقسام الخاصة بالمشروع هو تسهيل حركة الانتقال للمواد الخام من بدء العملية الإنتاجية حتى السلعة النهائية. كمان بنحدد كميات عوامل الإنتاج في المرحلة الفنية دي، بنشوف إيه هي عوامل الإنتاج اللي هنحتاجها، عوامل الإنتاج اللي هي كانت إيه؟ المواد الخام والعمالة والأنشطة الإنتاجية الأخرى أو التكاليف الأخرى اللي لازم حضرتك تبقى عارف الكميات المطلوبة لدورة التشغيل على بعضها، دورة التشغيل يعني من ساعة ما تشتري البضاعة مش عارف تشتري المواد الخام لحد ما تطلع المنتج النهائي، دي بنقول عليها دورة التشغيل. الكميات المناسبة من كل عنصر من عناصر الإنتاج اللي هي المواد الخام والعمالة والأراضي والآلات والمعدات والكلام ده. يهمك كمان ان انت تعرف اسعار المواد الخام، انت عرفت هتحتاج كميه قد ايه، لازم تعرف اسعارها قد ايه اللي بنقول عليها اجمالي تكلفه المواد الخام اللازمه للاستخدام واللي هتحطها احتياطي في المخزن. كمان المواد الخام دي لو ليها تكلفه نقل وشحن من عند المورد لحد المشروع او ما بين فروع الادارات المختلفه لعمليه الانتاج اللي هي خطوط الانتاج المختلفه. كمان محتاج تعرف او تقدر كميات الطاقه المحركه اللي هتستخدمها، سواء هتستخدم كهرباء بنزين ديزل فحم، الحاجات دي بكام وكميه قد ايه ومصادرها هتجيبها منين، هتقدر العماله المطلوبه وافراد الاداره، انت عايز كام عامل على خط الانتاج، عايز كام سوبرفايزر اللي هو المشرف، عايز كام رئيس عمال، عايز كام محاسب وهكذا، عايز كام صبي بليه، عايز كام واحد ينقل نقل ومناوله اللي بنسميها هاندلنج. كمان وسائل النقل، وسائل النقل داخل المشروع وخارجه، يعني ايه داخل المشروع وخارجه؟ يعني من عنبر لعنبر او من فرع لفرع او من اداره لاداره الناس هتتنقل ازاي؟ تمام. طيب وخارج المشروع يعني لو عندك ناس لازم يبيعوا او عندك عربيات توزيع هيستخدموا العربيات ولا هيستخدموا عربيات نقل ولا هيستخدموا عربيات نص نقل، ولا انت محتاج ايه بالظبط في المشروع بتاعك؟ الفاقد في الانتاج، كمان وانت بتنتج لازم تعمل حسابك ان في جزء لازم بيبقى هادر او بنسميه الفاقد الطبيعي اثناء العمليه الانتاجيه، والفاقد الطبيعي ده طبيعي لازم الادام طبيعي انه يطلع، يبقى لازم ابقى عامل حسابي عليه من الاول واحسب تكلفته، لان تكلفته دي بالنسبه لي هتتحمل على تكلفه المنتج السليم. كمان انه الفاقد ده لازم اشوف هو انا الفاقد ده اللي هيطلع هرميه، يعني مثلا لو انا في مصنع انتاج ملابس عشان اعمل بنطلون، البنطلون بياخد متر وربع قماش، بس انا عشان اقص البنطلون
لازم اشتري متر ونص واقصه فيصفى على متر وربع، يبقى معنى كده في هادر كام؟ في نص متر. يبقى لما اجي اقول لك البنطلون مكلفك قد ايه، ما تقوليش متر وربع. هو اللي ماسكاه في ايدي كمنتج نهائي متر وربع، لكن الماده الكامله دخلت متر ونص، يبقى تكلفه البنطلون هو تكلفه متر ونص قماش. جميل. طيب لما يتهدر ربع متر، يبقى الربع المتر ده متهدر، لازم يتهدر عشان البنطلون يطلع، فده بنسميه فاقد طبيعي. فتكلفه الربع متر دي متحمله على البنطلون اللي طلع او على المنتج السليم. الفكره بقى قصائص القماش اللي طلعت دي هنعمل بيها ايه؟ هنلمها نرميها في الزباله اسمها ويست، ولا ممكن ان انا المها في شوله وابيعها لناس من اللي بينجدوا الاساس فيستخدموها في تنجيد الاساس، ولا الناس من اللي بيعملوا حاجات فنيه فيستخدموها في شغلهم، تمام؟ فدي بنسميها سكراب، خرده يعني ليها قيمه بيعيه. ولا ينفع ان انا اخد قصاصيس القماش دي واعمل بيها منتجات، اعمل بيها بنطلونات او شورتات للاطفال الصغيره، يبقى اعمل لها ريورك. يبقى لازم انا احدد كمان التالف او الفاقد هعمل بيه ايه. طيب كمان محتاجه احدد تكاليف التاسيس. تكاليف التاسيس اللي هي استخراج الرخصه بتاعه تسجيل المشروع، اللي هو تسجيل العقد بتاع الشركه، تكاليف المعدات والالات، تكاليف اجراء دراسات الجدوى، دي داخله ضمن تكلفه التاسيس، الاستشارات القانونيه، الدعايه، التدريب، كل دي ضمن مصاريف التاسيس. وخلي بالك تاني، تكاليف التاسيس تهلك كلها في السنه الاولى. يعني ايه؟ يعني مفيش حاجه اسمها اهلاك في السنه الاولى للتاسيس، بيبقى كله بينزل مصاريف، مفيش حاجه اسمها اهلاك سنوي لمصاريف التاسيس، بتنزل كلها اهلاك في السنه الاولى كمصروف في قائمه الدخل بتاعه المشروع في اول سنه. تكاليف الانشاء، لو انا هنشا المشروع مش هاجر المكان ولا هشتريه، تكلفه الانشاء هيبقى شكلها ايه؟ او تكلفه التوسع لو انا اوريدي مشروع قائم وبفكر في ان انا اتوسع. تحديد الموقع، وتحديد الموقع ده من مهام دراسه الجدوى الفنيه والتسويقيه والبيئيه، يعني الثلاثه. طب بدور على بيئه محيطه جيده، بيئه ايه؟ بيئه اجتماعيه وسياسيه واقتصاديه، وكمان الاجتماعيه اهم، اللي هو فيه توافر الايدي العامله في المنطقه اللي انت هتعمل فيها المصنع بتاعك او المشروع بتاعك. تسويقيه يعني تبقى قريبه من الناس عشان تقدر تبيع وتقلل تكلفه النقل. وفنيه يعني تقدر توصل فيها للتكنولوجيا بتاعه الانتاج بشكل سهل. تختلف اعتبارات اختيار موقع المشروع تبعا لطبيعة اعمال المشروع ونشاطه المقترح ومدى توفر المواد الخام، خصوصا اذا كانت هذه الخامات يصعب نقلها. وعموما فان قرب موقع المشروع من مصادر المواد الخام يجب ان يتم في ضوء المفاضلة بين تكاليف نقل المواد الخام وسهولة وتكاليف نقل القوى العاملة الى المشروع، وبين تكاليف نقل منتجات المشروع الى مناطق بيعها. يعني حضرتك لازم هتوازن ما بين حاجتين، انت كده عندك ايه؟ دايلما اللي بنقول عليها معضلة. لان انت عندك تكلفه نقل المواد الخام للمصنع، فيبقى انت عايز المصنع جنب المواد الخام. طب ما في تكلفه تانية، هي ان انت تنقل المنتج النهائي المنتج النهائي من المصنع للمستهلك، ونقل العمال عشان يجوا المصنع. فانت محتاج توسطن المصنع بتاعك ما بين الماده الخام وما بين نقل المنتج النهائي وما بين ان انت تجيب عمال، بدل ما تقعد تجيب لهم اتوبيسات مخصوص للنقل. وتتدخل تكاليف الشراء او شراء الاراضي او استئجارها في دائره تفضيل موقع على اخر. وايضا قوانين الاستثمار قد ينتج عنها ميزه اقتصاديه عند اختيار موقع المشروع. يعني ساعات في حاجه اسمها مناطق حره، مناطق معفيه من الضرائب، فتقول انا هحط مصنعي هناك او شركتي هناك عشان تبقى معفيه من الضرائب. يبقى انت عملت اعفاء ضريبي قد ايه؟ هل الاعفاء ده هيقدر يوفر لك فلوس تغطي بيها مصاريف نقل الموظفين اللي عندك رايح جاي، او المواد الخام عندك رايح جاي، او المنتج النهائي بتاعك رايح جاي؟ ايه تاني؟ وبالتالي في الدراسه الفنيه بقى هنتعرض لمجموعه من القرارات. ايه هي بقى يا فندم؟ قرار تحديد عمر المشروع، ازاي هتحدد عمر المشروع؟ ادي رقم واحد. قرار المفاضله بين آلتين، ادي رقم اتنين. قرار تقدير راس المال العامل، ادي القرار الثالث. قرار تقدير حجم الايرادات المتوقعه خلال عمر المشروع واختيار طريقه التسعير المناسبه. دول اربع قرارات هنشتغل عليهم المحاضرات الجايه. شكرا جزيلا.